السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نائب يحدد موعد حسم قانون الحشد ويؤكد سيض من حقوق الجميع. حدد النائب مهدي تقي موعد حسم قانون الحشد الشعبي في داخل البرلمان، وقال ان قانون الحشد الشعبي يضمن حقوق ابناء الحشد الذين لم ننسى تضحياتهم، واضاف ان القانون تضمن بنود متعدده تضمن حقوق الجميع، مشيرا الى انه سيطرح في جلسات مجلس النواب خلال فتره وجيزه تمريره وفق المسارات القانونيه المعتمده، واشار الى وجود دعم نيابي كبير للتصويت وحسم فقرات قانون الحشد الشعبي، لافتا الى اقرار القانون هو وفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم. يذكر ان قانون الحشد الشعبي يضمن حقوق مقاتليه من ناحية التقاعد وبقية الحقوق الاخرى وفق صيغة قانونية واضحة،